المعضلة الكبرى اليوم والتي نتحدث منها فيها في هذا المجلس منذ 3 سنوات، اتفاقية العار والظلم، اتفاقية الغاز، مسروق أم غير مسروق، قيل فيه ما قيل، لا نجد له حلا ولا حلولا، لا تريده القيادة، لا تريده الحكومة، لا يريده الشعب الأردني. نتكلم باللغة العربية الفصحى، نتكلم بالعامية، نتكلم بكل اللهجات. لم تصل الرسالة، كيف نوصلكم الرسالة؟ لا للغاز الإسرائيلي، لا لغاز اليهود. يا أردنيين، أنتم 7 مليون أردني. حين وقف معكم مجلس النواب هذه اللحظة وأعلن موقفه وقال لكم مهما كان على الحكومة، مهما كان قرار المحكمة الدستورية أن تلغي هذه الاتفاقية وتسقطها، نحن نقول لكم لا أيضا. نو نو في الإنجليزي، يا ناس في العبري، يا حكومة، يا دولة الرئيس ويا عطوفة رئيسنا. في العبري لوغاز، لوغاز، لوغاز إسرائيلي بيردون، لوغاز، لوغاز. شي كلمة هذيك خليها للأحد. لوغاز يكفوش إسرائيلي بيردون، لوغاز يكفوش إسرائيلي بيردون.